تريد أن تعرف؟ أنا أجلس ببيتي هلا المدمر اللي هون قصة ساحة التحرير امتداد فرنسي. كنا قاعدين فقنا الساعة 7:30 الصبح قاعدين عم نشرب فنجان قهوة هون برا، أنا قاعد برا ومرتي قاعدة هون. الساعة 7:30 ما سمعت، قاعد عند الباب هوني برا ما سمعت غير شيء هيك مثل شفط هيك عمل هيك شيء 3 ثواني 4 ثواني. كنت قاعد هون صرت ملحوش هونيك، والحديد والركام كل شيء فوق نزل فوق مني. شو صار ما عرفت، وشفت غبار وعفار طالعة ورواية، صرت صرخ شيلوني شيلوني. اجت مرتي ركضت كمان الثانية ما عرفت شو بدها تعمل، صرخت لأولادي، أولادي كانوا نايمين جوا. اجوا بعد ما صار وراحت فيقتهم، اجوا ركضوا دغري هون شافوني ملقى والحديد والشمينتو فوق مني، شالوا عني الاغراض لقدرت وقفت. بعدين حملنا حالنا وفتنا لجوا، على اثرها صار اطلاق نار كثيف يعني هون بالمنطقة هاي. خفنا على حالنا انه ما عرفنا شو اللي صاير، شو جرى، شو صار. حملنا حالنا وفتنا تخبينا جوا. بهالاثناء ما في 5 دقائق 10 دقائق كانت الهلال الاحمر وفرقت اجوا اخذونا هون. ما قدرنا نطلع من هون من كتر الركام فوق. قد ما نزل تصاوين البناية كلها نزلت هون صار، فما عاد في مجال تطلع منه. طلعنا من القفا، حطوا لنا سلم وطلعونا من الطرف الثاني واخذونا على المستشفى. لبعدين عرفنا انه صار في تفجير. طبعا رحنا جرحى يعني، مو انه رحنا عائلتي هلا صفينا مشردين، تركنا البيت لانه ما عاد ينسكن. حملنا حالنا وقعدنا بشرق التجاره لبين ما نظبط البيت ونساوي. فكلنا قاعدين بشرق التجاره عند ناس يعني. اذا هيك الحريه انا ما برضى ولا بدي اياها الحريه. اذا الحريه بتعمل شيء، لانه هاي ما عادت حريه، هاي صفه تدمير وتخريب. انا كل يعني صار لنا 20-25 سنة ساكنين بهالبيت عم نبني الطوبة والطوب. بيجي زلمه هيك لله بالله لانه متضايق من شيء معين او ما بعرف شو وضعه، بيفجر هون بروح العالم. هالبنايه كلها انخرب، بيتها كلها تدمرت تقريبا. حرقت سياره هون، نطت سياره من عن الحيط من هون نزلت بقلب الابو احترقت. هذا اسمه حريه؟ مين؟ ما بعرف، بس انا مالي مسامحه. من شعبها يعني بدهم يتخرجوا يفضلوها من شعبها. مين بده يسكنها اذا حرروا شعبها؟ يعني تحريرا من مين؟ من الشعب يعني؟ ما هو الشعب اللي عم يقتل بعضه؟ مين بده يحرروها من شعبها؟ من مين بده يحرروها؟ بعدين مشان شو؟ ما كنا عايشين بأمان وعين الله علينا 40 سنة، ونحن كنا نطلع بالليالي الساعة 3 بالليل. لك ما هويته الواحد ما تتاخد. هلا ما فيك تطلع فشخة من هون لهون إلا ما بتلاقي حاجز للأمن أو اسمح لنا بهويتك وكذا. بحياتنا ما كنا نحمي الهوية، هلا صاحب هالأيامات صرنا. حررونا من مين؟ جيش الحر؟ ما في جيش شيء اسمه جيش حر وجيش كرد. هو جيش كرد. هو هذا عصابات مسلحة كلها قطاعين طرق، سرقة ونهب كل شيء. صاحب سوابق دفعوا له مصاري وصار يحملوا سلاح وصار يقتل. وين هذا المدنيين اللي عم تنقتل بالشوارع هاي؟ على حساب مين عم تروح؟ لصالح مين؟ ولأي هدف؟ هل وين الجيش؟ شو عم يساوي الجيش الحر؟ إذا كان فعلا في جيش كر مثل ما عم يحكوا، ما بيدير باله على المدنيين؟ مو بيروح بيفجر مدنيين وبيقتل مدنيين؟ ديمقراطية؟ ما كنا عايشين بديمقراطية. شو الديمقراطية؟ نقتل بعضنا؟ هيك الديمقراطية؟
انك انت ترفع سلاح على رفيقك ولا جاره، هي ديمقراطيه. وكنا يكفينا فخرا ديمقراطيتنا انه كنا الساعه 3 بالليل نرجع على بيوتنا، للاربعه خمسه بنتي كانت تجي الساعه 2 بالليل ما حدا الا محلى الكحل بعيني. وين الديمقراطيه؟ هي ديمقراطيه اللي شايفينها بحمل سلاح. هاي العقلاء تبع البلد هن لازم ياخذوا مبادره، العقلاء تبع البلد هن لازم ياخذوا مبادره، لازم هن يوقفوا. نحن وين رايحين؟ شو ساوينا؟ صرنا سنه وخمسة اشهر على تقتيل تقتيل تقتيل. وعدين تسقط الدوله؟ الدوله ما بتسقط. الرئيس يتنحى؟ الرئيس ما راح يتنحى لانه نص الشعب معه. شف لي رئيس نص بالعالم كله نص الشعب معه ما بيتنحى. فاذا ما اخذت المبادره الكباريه ما في. نحن 23 مليون لازم هدول وين رايحين؟ يعني شو الغرب؟ يعني امتى كان معك الغرب؟ ليكو اول مشكله صارت معنا دغري، عقوبات 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 عقوبات. مين طالت العقوبات؟ ما طالت غير الناس اللي ماشيين بالشارع بالقمتهم بالادويه حتى النفط صادروا ما بقى في تصدير. شو انا والله كان عندي محل ورد بس هلا سلمته من فتره ولا ما عم بيشتغل شيء. نحن بنقدم الورد والمحبه للعالم وهن بيقدموا لنا التفجير والخراب. هاي كل اللي صار معنا. اليوم انظروا الى وجوهكم ووجوه ابناء بلدي وقد كساها الحزن والالم. انظروا الى عيون اطفال سوريا فلا ارى ضحكه بريئه تشع منها ولا العابا تزرع البسمة على وجوههم. أرقب أيادي العجائز فلا أراها إلا متضرعة بالدعاء بالسلامة لابن أو ابنة أو حفيد. نلتقي اليوم والمعاناة تعم أرض سوريا ولا تبقي مكانا للفرح في أي زاوية من زوايا الوطن. فالأمن والأمان غابا عن شوارع البلاد وأزقتها. نلتقي اليوم وهناك أمهات فقدت أبناءها خيرة أبنائها وأسر فقدت معيلها وأطفال تيتموا وإخوة تفرقوا بين شهيد ونازح ومفقود. وإذا كان كل هذا الألم يخيم كغيمة سوداء على البلاد فإن الحالة الوجدانية وحدها على سموها ليست كافية لتعويض فقدان الأحبة أو عودة الأمن والأمان إلى البلاد أو تأمين الخبز والماء والوقود والدواء على امتداد ساحة الوطن. فمن رحم الألم يجب أن يولد الأمل ومن عمق المعاناة تجترح أهم الحلول. فالغيمة السوداء في السماء تحجب نور الشمس نعم، لكنها تحمل في طياتها مطراً وطهراً وأملاً بالخير والعطاء حين تمطر. Thank you.
أنا سياسياً ما بعرف بحكي. انتبه، أنا بعرف حب بلدي، بعرف دافع عن بلدي، بس تقلي ماذا يجري في سوريا؟ كل شخص له تحليل. فهمت علي؟ إيه، بس مشان تفهمه. تولاي هارون، ممثلة سورية، بتحب بلدها، بتحب سوريا، بتحسها فعلا انه هي امها الحقيقية. اللي عم بيصير بسوريا كتير شيء محزن، كتير شيء نحنا كسوريين ما متوقعينه، ويمكن نحن الممثلين ممكن نكون حساسين أكتر من أي شخص تاني، حساسيتها بتكون مطلقة أكتر، بيخليك الدمعة تضل واقفة هون، إنه ليه؟ مشان شو؟ يعني سوريا شو عاملة؟ سوريا أنا وعيت وأنا كل عمري ما بخاف من الشارع، ما بخاف إني وقف على الشباك، ما بخاف وقف على البلكون، ما بخاف من جيراني، ما بخاف إذا نمت باب بيتي مفتوح، أكتر من هيك أمان؟ فأنت هلأ ما بتقدر توقف على الشباك، ببعض المناطق ما بتقدر توقف على الشباك. شو عم بيصير بسوريا؟ سوريا بتبكي، سوريا بينزعل عليها، اللي ما بيعرفها زعلان عليها، فكيف إذا كنت أنت بتعرفها وابن هالبلد؟ فأنت قلبك بيحترق عليها. هذا اللي عم بيصير بسوريا. بس بقول إنه سوريا قوية وشعبها قوي وواعي، إن شاء الله يا رب رح يمرق من هالمحنة ويخلص منها. هيك وهيك، في آمنة وغير آمنة، أحيانا بتكون آمنة وأحيانا تكون غير آمنة. عادل إبراهيم. لا، كل يوم نطلع برا. هلا آمنة. كل يوم نتفضل بالبسكليتة، معنا دراجة بسكليتة لكوخ لذلك كلهم تبقى. في عنا جنب بيتنا كمان جنينتين هيك، في عنا العاب هيك بس ما فيهم بحر. إذا بدي أحكي عن المعارضة اللي في الخارج ومضى تجيب لنا السعادة، ليش هن كانوا عايشين هون ليعرفوا معنى السعادة اللي نحن كنا فيها؟ ما بيعرفوها. أنا بحترم المعارض وقت بيكون بقلب بلدي وبيعارض، أنا بحطه على راسي من فوق، لأنه بيعرف مشكلتنا بتكون حقيقية. وأوعك تفكر أنه أنا ماني معارضة، أنا من الناس المعارضين، معارضين على أنه أنا إذا في شيء ما عم ينعمل صح أنا بدي أعترض، ولا تقنعني في الكون وبالعالم أنه في بلد كامل. أوعى، أنا معارضة وغيري معارض، مع أني أنا بموت على بلدي لكن في عندي اعتراضات، لكن هذا مو بالطريقة أني أنا أطلع من برا ونظر على بلدي وجيب الدم. أبدا مرفوض هذا الكلام. اللي المعارضة اللي بالخارج اللي جاي عم بتحكي وقول الله يوفقهم وبحترم وجهة نظرهم، بس أنا بقول لهم أنه لو كنتوا عايشين هون أتحداهم إذا كانوا بيقولوا الكلام اللي عم بيقولوه هلأ هن وبعاد. لو عايشين كانوا بالأمان اللي كنا نحن عايشين فيه وقت اللي ننام ونفيق وما نحس بلحظة قلق، لا على حالنا ولا على زواجنا ولا على أهالينا ولا على أولادنا، أتحداهم أنه كانوا يعملوا اللي عم بيعملوا فينا هلأ. أنا بقول
طول ما هن عم بيعارضوا طول ما بده يصير في دم ببلدنا. انا بقول لهم وقفوا، رحموا رحموا، اذا كنتوا فعلا بتحبوا الشعب السوري، ما بقى بدي اياكم تقولوا تحبوا سوريا، انا بدي اقول لهم اذا فعلا خايفين على الشعب السوري وقفوا عن الاعتراضات بقى، لانه هذه الاعتراضات اللي عم تعملوها او المعارضه اللي انتم عم تحكوا فيها عم بتجيب لنا دم اكثر واكثر. حرام، الشعب السوري ما بيستاهل هيك ابدا، والشعب السوري بحاجه للامن والامان. قلت لك بياكل خبزه وزيتونه بس يشعر بالامان. هلا اذا بتسال اي فقير افقر حدا موجود في سوريا بتقول له شو طلبك، بيقول لك بدي الامن والامان. ما بيقول لك بدي مازوت ولا بدي اكل ولا بيقول لك بدي نام وانا حاسس حالي مرتاح. هاي المعارضة رح تجيب لنا هاي الراحة؟ ما حتجيب لنا دم. هلا أنا ما لازم أبكي قدامكم وما لازم أحكي إنه أنا عم بحكي بلقاء، أكيد لا، بس هو حرام بسوريا يصير فيها هيك. شوف أنا بحكي باسم كل أخت، باسم كل أم، باسم كل زوجة، باسم كل ولد. سوريا هاي السنة بكيت كتير، سوريا هاي السنة خسرت شباب كتير. اللي بقدر أقوله بدنا سنين لحتى تنشف دمعتنا. يمكن في ناس كتير قريبة مني خسرتها، بس هذا ما بيعني اني انا ضل متماسكة، ضل اني انا موجودة. مو مشاني، مشان الكون يعمر، مشان الاجيال اللي بعدنا. في جيل بده يطلع لازم يربى على المبادئ الصح، يربى على أنه في غلط صغير صار ما لازم يتكرر. بسباتي وسبات مثلي أمثال كتير من النساء ومن الرجال يلي عندهم قومية فظيعة وعندهم حب لهالأرض، حتى لو كانوا عم يبكوا من جوا لازم من برا يكونوا أقوياء مشان الجيل اللي بعدنا، حتى يقول الله يرحم أهلينا فعلا حصدوا لنا صح. وأنا ما عندي استعداد ينذكر ولو للحظة، حتى لو هي الروح راحت، إنه ينقال في يوم من الأيام إنه جولاي هارون عملت هالقد شيء له علاقة ضد بلده. ما بتركب براسي ولا بتركب بقاموسي. زعلاني على أمهاتي كتير، زعلاني على شباب مثل الوردة، زعلاني على صبايا عندها طموح إنه بكرة أحلى صار طموحها أسود. ليه؟ هاي اللي خسرت جوزها، هاي اللي خسرت خطيبها، هاي اللي خسرت أخوها. كتير سوريا أزوة كتير هاي السنة، أزت كتير وبكيت كتير، بس إحنا قوايا. وأهم من كل هاد إيماننا برب العالمين قوي. إن شاء الله أزمة وبتمر بنخلص. فهذه المشاعر والعواطف من ألم وحزن وتحد وإصرار هي طاقة جبارة، لن تخرج سوريا من محنتها إلا بتحويل هذه الطاقة إلى حراك وطني شامل ينقذ الوطن من براثن هجمة لم نشهد أو نتذكر لها مثيلاً في تاريخ هذه المنطقة. هذا الحراك الوطني هو البلسم الوحيد للجروح العميقة التي أصابت أنسجة مجتمعنا وكادت أن تمزقه، وهو الوحيد القادر على إبقاء سوريا جغرافياً وجعلها أقوى سياسياً
واسترجاعها اجتماعياً وثقافياً وأخلاقياً. فكل مواطن مسؤول، بل وقادر على تقديم شيء ولو كان بسيطاً أو محدوداً بنظره. فالوطن للجميع، ندافع عنه جميعاً، كل بما يستطيع ويملك. فالفكرة دفاع، والموقف دفاع، والبناء دفاع، والحفاظ على ممتلكات الشعب دفاع. ولأن الهجمة على الوطن كله بما فيه ومن فيه، فكل مواطن واع بات يعلم علم اليقين أن السلبية أو انتظار الزمن أو الآخرين ليحلوا المشكلة هو بحد ذاته سير بالبلاد نحو الهاوية. وعدم المشاركة بالحلول هو إعادة للوطن إلى الوراء، لا تقدم به نحو الخروج مما فيه. ماذا سيعيد الهدوء إلى أعمالي؟ أنا الحقيقة عندما يعود السلام والطمأنينة والحب إلى بلدي، عندما يرجع الناس يتعايشون ويتحابون ويتخلون عن السلاح، عندما ينشدون المحبة وينشدون الحياة والمعيشة المشتركة. لأن الفنان ليس هو رجل سياسي، إنما هو فنان يقرأ ويحس بما يحدث أو سوف يحدث. فهذا الإحساس ليس بالضبط أنه ممكن يكون هو صح أو دقيق 100%، ولكن كثيراً من التنبؤات أو القراءات يلي ممكن يأخذ فيها الواحد لحتى يكون يشوف حاجات المجتمع وحاجات الناس ويساعد على حلها. هذا العمل عندما بدأت أحداث في غزة، القصف والدمار اللي عملته إسرائيل بالفلسطينيين، فكان بالنسبة لي كتير مؤثر، والحصار الموجود حوالي غزة، فخلاني إنه أعمل نوع من الاستيحاء، إنه أرمز لغزة هي امرأة تحت الأنقاض، تحت الدمار، ولكن ما زال قلبها ينبض، كرمز للصمود، كرمز للمواجهة، ورمز للقوة، أنه الإنسان يبقى بالإرادة بالصبر سوف ينتصر. كنا قاعدين، فقنا الساعة 7:30 الصبح، ما سمعت غير شيء هيك مثل شفط، هيك عمل هيك شيء 3 ثواني 4 ثواني. كنت قاعد هون، صرت ملحوش هونيك، والحديد والركام كل شيء فوق نزل فوقني. أنا سياسيا ما بعرف بحكي، انتبه، أنا بعرف حب بلدي، بعرف دافع عن بلدي، بس تقلي ماذا يجري في سوريا، كل شخص له تحليل. فهمت علي؟ ايه، بس مش عم تفهمه. الفنان ليس هو رجل سياسي، انما هو فنان يقرأ ويحس بما يحدث او سوف يحدث.
فهذا الإحساس ليس بالضبط أنه ممكن يكون هو صح أو دقيق 100%، ولكن كثيراً من التنبؤات أو القراءات يلي ممكن يأخذ فيها الواحد لحتى يكون يشوف حاجات المجتمع وحاجات الناس ويساعد على حلها. نحن في سوريا نشأنا وربينا وتعلمنا سوية أنه نحن كلنا نعيش مع بعض. أنا أذكر بصف الأول الابتدائي، عندما كنت بصف الأول أو الثاني أو الثالث الابتدائي، كان معي في الصف من ثلاث طوائف وثلاث أديان، نحن في مقعد واحد كنا ملاصقين لبعض، ولا مرة فكرنا أنه في شيء. نحن مثلا نحن في سوريا، أعطيك مثال عن هذه المنطقة اللي هي جزء من دمشق القديمة، كل طوائف العالم تعيش مع بعضها في هذه المدينة وفي هذه المنطقة، وأحيانا في بيت واحد يعيشون عائلات من طوائف مختلفة بنفس البيت، وهذا موجود. والآن بإمكانك أن تتحقق وتخرج إلى الشارع وتسأل الناس كيف يتعايشون مع بعض. يعني هو فكرة العمل هي قائمة على الذاكرة، الذاكرة السورية اللي فيها هذا الغنى وهذا التنوع البشري والحضارة. الثقافة السورية هي عمر آلاف السنين، وهي إلى دور كتير كبير بتحضير والبشرية، يعني الفكر واللغة والكتابة والثقافة هي كانت منبع أساسي بسوريا. نحن نعيش مع بعضنا، لا نقول نستطيع، نحن عايشون مع بعضنا، نعيش مع بعضنا. وبكل بساطة نستطيع أن نتفهم، ولكن التدخل الخارجي هو له دور أساسي في إثارة التفرقة والنعرات الطائفية في سوريا. نحن نعيش، نحن نعرف أنه سايكس بيكو منذ 100 عام لم تنجح أنه أن تصنع دول طائفية بسوريا، عدة دول لم تنجح منذ 100 عام مضى. ربما الآن يحاولون أنه يرجعوا يعملوا محاولة ويصيروا هذه النعرات طائفية من أجل تقسيم سوريا، وهذا لا نريده، لأن سوريا جميلة بتنوعها وغناها البشري والموزاييك الموجود فيها. نحن لا نستطيع أن نتخلى عن بعض، نحن شعب واحد، نريد أن نبقى مع بعض ونريد أن نعيش مع بعض. قتلوا المدنيين والأبرياء ليقتلوا النور والضياء في بلدنا، اغتالوا الكفاءات والعقول ليعمموا جهلهم على عقولنا، خربوا البنية التحتية التي بنيت بأموال الشعب لتتغلغل المعاناة في حياتنا، حرموا الأطفال من مدارسهم ليخربوا مستقبل البلاد ويعبروا عن جاهليتهم، قطعوا الكهرباء والاتصالات وإمداد الوقود، وتركوا الشيوخ والأطفال يقاسون برد الشتاء دون دواء، تأكيداً لوحشيتهم.
أما لصوصيتهم فتجلت في تخريب الصوامع وسرقة القمح والطحين ليتحول رغيف الخبز حلماً وليجوع المواطن. يسمونها ثورة وهي لا علاقة لها بالثورات لا من قريب ولا من بعيد. الثورة بحاجة لمفكرين، الثورة تبنى على فكر، فأين هو المفكر؟ من يعرف مفكر لهذه الثورة؟ الثورات بحاجة لقادة، من يعرف من هو قائد هذه الثورة؟ الثورات تبنى على العلم والفكر، لا تبنى على الجهل، تبنى على دفع البلاد إلى الأمام، لا إعادتها قرون إلى الوراء، تبنى على تعميم النور على المجتمع، لا على قطع الكهرباء عن الناس. الثورة تكون عادة ثورة الشعب، لا ثورة المستوردين من الخارج لكي يثوروا على الشعب، هي ثورة من أجل مصالح الشعب، ليست ضد مصالح الشعب. فبالله عليكم، هل هذه ثورة وهل هؤلاء ثوار؟ إنهم حفنة من المجرمين. الوطن يعلو ولا يعلى عليه، وسوريا فوق الجميع. بالمبادرات السياسية نقويها، وبالدفاع عن كل حبة تراب نحميها. فالسوري ينبض تسامحاً وعفواً، نعم، لكن الكرامة والوطنية تسريان في عروقه. وها هي الشرائح الأكبر هبت لمواجهة الإرهاب. هؤلاء المواطنين عبروا بأدائهم عن حالة وعي عميقة. فالأمان المنشود لا يأتي عبر الحياد والوقوف في موقف المتفرج، ولا عبر الهروب إلى الأمام والانبطاح أمام الخارج. وعندما لا نكون بخير في وطننا فلن نكون بخير خارجه. والوطن ليس لمن أقام فيه وحسب، بل لمن دافع عنه. ليس لمن نعم بخيراته وتفيأ بظلاله وعندما طلبه لم يجده. هو لأولئك الذين لبوا النداء عندما ناداهم الوطن، رغم أن كثيراً منهم غبنوا في كثير من المواقع والأحيان، لكن عندما انتكس الوطن هبوا على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم قائلين: هذا هو وقت العطاء،
فكان عطاؤهم دون حدود. ومنهم من نال شرف الشهادة فأسقطت دماؤهم الربيع المزيف وحمت الشعب من الخداع الذي كاد أن يفعل فعله في البدايات. كنا نجلس في سهرات مسائية أنا وأخي وعائلتي، كان يمزح مع الوالدة أنه بدي أتزوج وبدي أجيب ولد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، بدي أعبي البيت أولاد، ما في أحلى من الأولاد. ولكن رب العالمين رزقه ولدين ولم يهتنئ بولده الصغير، استشهد وعمره شهر ونصف، الحمد لله لديه ولد وابناء. وسام فياض أخو الشهيد جامي محمد فياض، الفارق العمري بيني وبين أخي سنة واحدة فقط. ذكريات يامين، كان بيحب وطنه، بيحب شعبه، بيحب العالم كله، كل العالم بيحبه، ما كان إله مبغض، كل الناس بيحبه، بيحب كل شيء، بيقول أنا من سوريا، وطني، الحمد لله رب العالمين. كان أخي يحب أن يستشهد في مواجهة إسرائيل وليس هنا في مواجهة مجموعات مسلحة. الجيش العربي السوري مبني على مواجهة الدول المعادية لسوريا، إسرائيل، الدول الإمبريالية، أمريكا، بريطانيا، الجميع، الشعب السوري جميعا، الشهداء جميعا. أنا واحد الناس أحب أن أستشهد على الجبهة، الشهادة هي شهادة، بس لا نريد أن نستشهد مع مجموعات مسلحة، نحن نعتبرها قذرة، قذرة. نحن نريد هدفنا واحد هو العدو الإسرائيلي، نريد أن نقاتل العدو الإسرائيلي وليس نقاتل أطياف الشعب، وكلنا في المجمل شعب عربي سوري. ولكن حين دخل الغربيون والقطريون حاولوا أن يخلقوا نوع من الطائفة ولكن خسئوا. كلهم الله يهدهم والله ينتقم منهم اللي ما يمدهم، وإن شاء الله منصورين بإذن الله، والله يظلمهم مثل ما ظلمونا وروحوا لنا أولادنا. هنون كسالة العالم، حسالة العالم هنون واللي ما يدخلوهم، فهمت علي كيف؟ ونحن ما راح من عندنا غير الورود. هنون شو راح من عندهم؟ راح من عندهم رعاة الغنم اللي ما بيسوا، السيئين اللي ما بيعرفوا ربهم ولا بيعرفوا شيء. سوريا هي القلعة الصامدة بوجه هؤلاء الكفرة، هذا الطاغوت من بندر وحمد وتركيا العثمانيين.
لو اجى وقال لي بدي روح ما بخليه يروح، بس هو ما بيرد علي. بس هو ما راح يرد، اكيد ما راح يرد، اكيد ما راح يرد. كانوا يحكوا معه الساعة 2، الساعة 3، الساعة 4. قال له أماني يا من ما تنزل، هلا وين بدك تنزل؟ قال لي شو بدي أقعد مثل النسوان بالبيت؟ إذا مو نحن رحنا دافعنا هالبلد، مين بدي يدافع عنه؟ فوساني رباهم ربيهم أحسن ترباي، علمهم حب الوطن. يا من عايش فينا وعايش معنا مرح، ما راح منا ننسى ولا ننسى حكياته. ما هيك يا ماما؟ الله يرحمك يا بابا. ماما وين؟ ما سمعتك قلتي الله يرحمك يا بابا يا مين؟ أنا أتبدى. معلش ماما، قولي مرة تانية وميت مرة قولي يا إيه؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. الله يحمي هالوطن ويفرج هالأزمة على خير. حبيبي الله يحمي هالوطن ويفرج هالأزمة. حبيبي نحن بلد مقاوم، نزعل لهذا البلد لأنه يوجد فيه عناصر غريبة تقتل الأخ يقتل أخاه بدم بارد، وليس هو سوري، وليس هو سوري، ومن شهامة السوريين لا يقتلون بعضهم بعض، أنهم يتعايشون في على طبق واحد وعلى وبأسرة واحدة وبمجتمع واحد. نحن هيك تربينا، نحن نحزن على هؤلاء السوريون الذين يقتلون ضمن أرضنا. هذه لبيتهم أمريكا، غسل دماغهم إسرائيل وأمريكا ودول العربان. نحن نحزن على تلك الشباب. هو ما يجاهد تجاه وطنه، مو ما يجاهد يعني ما يظلم العالم أو شيء، هو ما يجاهد تجاه وطنه، تجاه العالم، تجاه الناس اللي ما تنقتل هيك أبرياء، وهو انقتل بريء والحمد لله رب العالمين. شو كان يلعبكم؟ جف أتي عند بزاح إيه؟ وديته سالي. ترجمي شو؟ إجا رفقتك لعندك؟ إيه إيه جينا نعمي وسالي وديته إيه؟ طيب شوي بطريق وراح، بس أنا كنت رايحة أنزل عنده، أنا مو بالشايح راح بيته. ما راح من عنا غير كل واحد مثل الأسد، يعني بطأن، وإن شاء الله نحن منصورين. صح نحن خسرنا أولادنا، كان عندي شاب بسوى 100 شاب، وكان زلمي وكان شهم، بس الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. يعني هو فدي تراب سوريا، فدي الشهر الأسد، فدي أولاد سوريا، يعني كلياتنا يعني مشروع شهادي والحمد لله رب العالمين. خلينا احنا كلياتنا رح نروح شهداء، في أحلى من إنه الواحد يروح شهيد، بس المهم الله يحمي هالبلد، الله يحمي هالبلد ويخلي الرئيس فوق راسه. الحمد لله يا رب. كان كل ما رجع من مهمة استشهد معون حدا من رفقاته، قال لي أنا اليوم شلتهم على إيدي، حملتهم على إيدي اليوم. قل له الله يحميك، قل لي ماني أحسن منه، إن شاء الله الله بيكرمني فيها للشهادة. الحمد لله يا رب. فدماء هؤلاء الشهداء هي من حمت وستحمي الوطن والمنطقة، وهي التي ستحمي وحدة أرضنا وتكرس تجانسنا واندماجنا، وبنفس الوقت ستطهر مجتمعنا من الغدر ومن الخيانة، وتمنع سقوطنا الأخلاقي والإنساني والحضاري لعقود وأجيال. وهذا هو الانتصار الأقوى والأهم. والوطن عندما ينتصر لا ينسى من ضحى من أجله،
ولأن الوطن حق فسيعطي كل ذي حق حقه. وكل رقعة جغرافية في سوريا توحي بإحساس خاص. يعني دائما أقول هذه المقولة أن المحافظات السورية والبلد الذي أعيش فيه هو نوع من الزخرفة الجمالية، زخرفة جمالية من حيث كل الألوان وحيث كل الاتجاهات. فأقول أنها هي فترة مؤقتة وفترة حتما زائلة سوف تزول إلى غير عودة غير رجعة، لتعود تلك الأحاسيس المفعمة دائما بالحركة والنشاط والحيوية لكل الناس. ومن هنا طبعا أدعو جميع الناس الذين يعيشون في هذا البلد وهذه المدينة، أدعوهم لأن يحسوا إحساسا واحدا نحو هذا المكان. الحرية هي أن أستطيع أن أستيقظ وأنا مبتسماً وأنا مبتسم وأن أنام وأنا مرتاح الضمير، يعني وخلال نهاري أو خلال عملي أكون قنوعاً بالمنطق وبالقانون والشريعة أنني إنسان منتج ولا أؤذي أحد. فنحن هكذا في سوريا بحاجة إلى بعضنا البعض، يعني بحاجة أن نكون متماسكين ومترابطين مثل ما قلت لك بهذا الشريان المغذي الذي يربط الدم بالدم. ويعني طبعا الكل يعرف هذا الكلام والكل يجب أن يتبناه ويعمل عليه. هؤلاء هم فخر سوريا وعزتها، وسيسطر التاريخ أسماؤهم بحروف من نور ونار، لأنهم يكتبون التاريخ بدمائهم وشجاعتهم، فكانوا وما زالوا رديف الجيش وحماة المواطن جنبا إلى جنب مع حماة الديار.